ورتب صلاح الدين على باب البلد في كل باب أمينا من الأمراء ليأخذوا من أهله ما استقر عليهم فاستعملوا الخيانة أمراء من الخونة يسرقون الأموال فساد فاستعملوا الخيانة ولم يؤدوا فيه أمانة واقتسم الأمناء الأموال وتفرقت أيدي سبا وتفرقت ايدي سبا ولو اديت فيه الامانه لملأ الخزائن وعم الناس. يكمل ابن الاثير ثم ان جماعه من الامراء ادعى كل واحد منهم، لاحظ هذه انواع من الخيانه من التطبيقات من الخداع من المكر لسرقه الاموال. يقول ثم إن جماعة من الأمراء ادعى كل واحد منهم أن جماعة من رعية من رعية إقطاعه مقيمون بالبيت المقدس فيطلقهم فيطلقهم ويأخذ هو قطيعتهم وكان جماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زي جند المسلمين ويخرجونهم ويأخذون منهم قطيعة قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عددا من الفرنج فواهبهم لهم فاخذوا قطيعتهم وبالجمله فلم يصل الى خزائنه الا القليل ثم يقول ابن الاثير وكان بالقدس بعض نساء الملوك من الروم قد ترهبت واقامت به ومعها من الحشم والعبيد والجواري خلق كثير ولها من الاموال والجواهر النفيسه شيء عظيم فطلبت الامان لنفسها ومن معها فامنها وسيرها وكذلك أيضا أطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي أسره صلاح الدين قد ملك الفرنج بسببها ونيابة عنها كان يقوم بالملك وأطلق مالها وحشمها واستأذنته في المصير إلى زوجها وكان حينئذ محبوسا بقلعة نابلس وكان حينئذ محبوسا بقلعة نابلس فأذن لها فأتته وقامت عنده وخرج البطرك الكبير الذي للفرنج ومعه من أموال البيع منها الصخرة والأقصى وقمامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله تعالى وكان له من المال مثل ذلك فلم يعرض له صلاح الدين فقيل له لياخذ ما معه يقوي به المسلمين فقال لا اغدر به ولم ياخذ منه غير عشره دنانير وسير الجميع ومعهم من يحميهم الى مدينه صور. اقول هذه صوره مشرفه ومشرقه تعكس روح روح الاسلام في الرجوله والكرم والاخلاق. لكن اين كان هذا من الخليفه الفاطمي واهل بيته واموالهم ويحتمل او يرجح ان يكون السبب يرجع الى امه الضلاله الشياطين المارقه ممن لا يكف عن الوسوسه والنفاق والاغواء لعنهم الله واغزاهم في الدنيا والاخره يكمل ابن الاثير وامر أن يعمل له منبر فقيل له إن نور الدين محمود كان قد عمل بحلب منبرا أمر صناع بالمبالغه في تحسينه واتقانه وقال هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس فعمله النجارون في عده سنين لم يعمل في الاسلام مثله فامر باحضاره فحمل من حلب ونصب بالقدس وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على عشرين سنه الى ان يقول ذكر رحيل صلاح الدين الى صور ومحاصرتها لما فتح صلاح الدين البيت المقدس اقام بظاهره الى الخامس والعشرين من شعبان يرتب امور البلد واحواله وتقدم بعمل الربط والمدارس فجعل دار الاسبتار مدرسه للشافعيه وهي في غايه ما يكون من الحسن.